بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن الرحيم وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترتي ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير مبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عدان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. بارك الله فيك. التكبير. بارك الله فيك. May Allah bless you. May Allah protect you. As she read, inshallah, she finished memorizing this hadith and this hadith of Imam al-Nawawi, the 40 hadith. And with this, inshallah, after the program, I will be giving her ijazah on this book, the 40 hadith of Nawawi, as I took from my teacher from his teacher to the author of the book, Imam al-Nawawi. We pray may Allah SWT bless you. And last year also she took shahada of memorization of Quran and Tawfiq Latfa, inshallah. May Allah bless you. بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن الرحيم وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا.